كم زي ده يتلبس على حاجة سادة ولا ممكن منقوشة؟ يعني فاهمينا اكتر، يعني حاجة مثلا زي ده يتلبس على حاجة سادة عشان هو مقلم مفضي. ايه يعني بني مثلا؟ بني او تركواز، لون الدرجة التركواز الفاتحة تبقى حلوة مع ده. طب قوليلي انت بتعملي الاكمام دي تكون لايقة على معظم اللبس ولا هو بيجيلك بالطلب؟ يعني مثلا انا عايزة كم اسود، انا عايزة كم ابيض، انا عايزة لبني. انا بعمل عموما الالوان كلها اللي هي بتليق مع كل لبس، مثلا اللون الابيض، اللون الاوف وايت، اللون الاسود، ده اكتر الوان البنات بتطلبها. في حاجات بقى في الستانات اللون اللي هو الذهبي ده مطلوب قوي في الستان، زي ده هو زي الذهبي دوت، ده بيبقى مطلوب قوي في ال. انا مبسوطه قوي ان انت، انا كنت متخيله لما المعده قالت لي على الفقره دي، تخيلت ان هي الاكمام العاديه اللي هي بتبقى لازقه دي ما بحبهاش ابدا بصراحه. بس انا يعني ده هو يعني مبسوطه قوي ان في شغل، اكنك لابسه ما حطيتش من تحت شميز او كده. ده حلو شيك. ده تطريز كمان بليسيه، بس هو انا مش عامله بليسيه، انا عامله كسر وانا كاويهم، فبيدي شكل البليسيه. كسر وانت كاويه؟ وانا كاويهم، فبيبقى حلو ثابت. يعني انا عجبتني جدا الفكره دي، ها، وعايزاكي تشرحي لي لو انا حابه ان انا اعملها ازاي في البيت. وكمان ستات كتير اكيد بيشوفونا دلوقتي وعايزين يعملوا الحاجات دي. تمام. هو لو في فكره عن الخياطه، يعني في مبدئيا عندها فكره عن الخياطه، هو الكم بياخد حسب الحجم. لو بنت رفيعه هياخد نص متر، نص متر قماش قطن او قماش ساتان حسب ما هي عايزه. ده نص متر ده الاثنين؟ الاثنين، مش كم واحد. ده لو واحده رفيعه، لو واحده مليانه شويه يبقى متر، من متر لربع المتر، عشان بنحتاج بقى اللي هو القصر والبومبي وكده، بيحتاج قماش اكتر مننا. طب هما بيقولوا لي دلوقتي هيعرضوا صور، كمل لنا شرح. هتنزل دلوقتي حالا؟ هتنزل. ده كم ساتان، ده سواري شويه، ده سواري او بعض الدور، لان الاستراس فيه مش قوي قوي. ايه خامه ايه؟ ده خامه ساتان ليكرا. الساتان محتاج برضو حد رفيع شويه لانه بيبين ان الايدين تخينه. هقول لك حاجه يا هند، هو فعلا عندك حق فعلا كده، بس دلوقتي في خامات في السوق حلوه جدا، ساتان الليكرا حلو قوي، فبيبقى طري ما بيبينش فعلا. ساتان زمان كان واقف وناشف. ايوه كان ناشف فعلا، دلوقتي نازل. لا بس تحسي نازل كده، الكم نازل، فبيبقى ظريف قوي. طيب ممكن نشوف صوره ثانيه هتتعرض برضو واشرحها لنا. تنزل حالا. طيب على بال ما نجهز، كمل لنا بقى شرح ازاي الكم بيتعمل. فكره حسب الكم، حسب الموديل، في موديل اللي هو الكسر وفي موديل البومبي. موديل الكسر بناخد قطعه، بنقيس مقاس العرض الاسوره اللي هنعملها، وبعد كده الجزء اللي فوق بنعمله كسر بنخيطه. بس هو عايز حد اكتر بروفيشنال عشان يعرف. عايز حد كمان عنده صبر شويه. تعلم الخياطه، تعلم الخياطه. هتنزل دلوقتي صوره ثانيه برده اشرحها لنا. دي صورة برضو ساتان، برضو قصر، بس الاستراس مختلف، التطريز مختلف فيها. ده لون روز حلو قوي، ده يتلبس مع طبعا الروز اللي من الالوان الحلوه. انا كمان شايفه ان الاسوره يعني ناس عريضه شويه. حلوه قوي. اعرض طالعه موضه لسه. الاسوره العريضه بتطول الدراع شويه وبترفعه. يعني اذا حد دراعه قصير وتخين يبقى انت بتنصحيه يلبس شميز الاسوره العريضه بتحسي بتطول الدراع شويه. طيب هينزل لنا صوره ثانيه. تمام. برضو اشرحي لي، انا شايفه البيت ده لونه هايل. جميل هايل. ده حلو كمان قوي. دلوقتي نازل لون الجراي موضه. ده بومبي على قطعتين. بومبي على قطعتين، على يعني قطعتين. يعني مش بومبي مش متوسط، مش متخيط. متخيط بعض، بس في النص فصل بلاستيك، فيمسك فعامل اكنه قطعتين. ايوه منفوش اكتر. منفوش مرتين. صح، ده لازم حد رفيع، لازم حد رفيع لانه متخن جدا. فمع واحد رفيع هيديها فوليوم حلو قوي. طيب بصي بقى، ده عاجبني جدا وحاسه ان هو مختلف كمان. ده كسر برضو، اسوره عريضه، بس هو التطريز مختلف، تطريز بيضاوي، الاستراس بيضاوي، فعطي شكل مختلف. طيب بصي بقى، الحاجات دي بسطتني جدا وحاسه ان فيها افكار كتير مختلفه. فقولي بقى، انت ما فكرتيش تطوري المشروع بتاعك ده، ان انت تعملي مثلا خط ازياء للمحجبات؟ هو انا ان شاء الله في طريق باذن الله ان شاء الله. يعني مثلا انا عاجبني الكم او في شغل فظيع، ليه ما تعمليهاش بلوزه؟
تكمليها. انا اوريدي بعمل بس فستان. انا اوريدي بعمل كده لان في بنات بتطلب مني الشغل ده، يعني انا بصمم للناس معينه يعني بالطلب، يعني حسب الطلب بشوف البنت حسب جسمها واقول لها الحاجه اللي تناسبها. يعني احيانا في حد بيطلب منك؟ اه طبعا كتير كتير، انا بعمل للناس حسب الطلب، بس هي الفكره في الكم اللي هو حاجه عمليه وسهله وتليق. مثلا لو بنت عندها كم ابيض او اسود هيليق مع كذا لبس عندها كثيرة. مع كذا لبس عندها، وطبعا كتير بنشوف اللبس بيبقى نص كم فبيبقى لذيذ معاها. طب وي كم ساتان زي ده يتلبس على ايه؟ انا برضو مستغربه، هو عاجبني قوي بس انا مش عارفه البسه على ايه. يتلبس على اي توب جراي. لون الجراي هيبقى اتفضلي لون الجراي. لون الجراي هيبقى حلو قوي معايا. وطبعا الاسود ملك الالوان طبعا، مع الاسود زي ما انت لابسه كده بيبقى لحد فوق. وبعدين الاستيك اللي ورا الاثنين بيمسكوا الظهر من ورا. طيب اذا حد مثلا دراعه عريض شويه او رفيع بيضيقه، بيضيق الاستيك يقدر يضيقه ويضيق حسب ما انت عايزه، مفيش مشكله. وحتى لو الاستيك خالص حد مضايقه الاستيك جدا ممكن يشيله ويكون مش هيقع، لان في اثنين استيك من الظهر فماسكين في احكام في الظهر فمش هيقع خالص منه. طب ايناس قولي لي الموضوع بصراحه يعني مربح؟ هو الحمد لله الى حد ما كويس، فهي الفكره لسه بتبدا تنتشر، فالحاجه انت عارفه اول ما تعملي فكره جديده بيبقى الناس شويه مستغرباها وكده، بس بعد كده لما بيلاقوها بتخدم حاجه عندهم لبسهم فبتلاقيهم الحمد لله الاقبال عليها كويس الحمد لله. طب عايزه تعملي ايه تاني؟ عايزه توصلي لايه؟ ان شاء الله نفسي ابقى ديزاينر معروفه في مصر باذن الله، واعمل شغل حلو في نفس الوقت للحجاب شيك، وفي نفس الوقت يعني يناسب الحجاب، وفي نفس الوقت تبقى الناس راضيه عنه الحمد لله. بس انت مش شايفه يا ايناس دلوقتي ان المحجبات بقى ليهم يعني فرايتي كبيره جدا؟ ان هم الاول هم الاول صح. الاول ما كانش فيه خالص، يعني كانوا الناس كنا بتشتري لبس المحجبه بتشتري لبسها لبس عادي وتبتدي تعمل توفي اضاعه وتلف عليه بكم توفق عليه. هو حسب بيرجع للذوق، هو موضوع في الاول والاخر بيرجع للذوق في اللبس. بس دلوقتي يعني بقيت انزل المحلات الاقي لبس حلو قوي للمحجبات، يمكن كمان احلى في البنات اللي مش محجبات، لبس حلو جدا ويناسب كل الاعمار كمان. فعلا في ناس كويسه قوي في مصر بتعمل لبس حلو قوي للمحجبات، وربنا ان شاء الله يوفقهم ويوفق الجميع باذن الله. طب قولي يا ايناس ايه من الحاجات دي تناسب بنت صغيره في الجامعه، وايه من الحاجات دي تناسب لا سن اكبر شويه؟ هو الحاجات القطن حلو قوي للجامعه، الاقطان اللي زي القطن زي اللي هو زي الروز او دوت زي الروز ده او دوت ده برضو ده في تطريز هتلاقيه من تحت خالص في الاسوره، هتلاقي تطريز برضو موجود باين تطريز تحت فعلا. لو حد بقى حابب يطرز اكتر من كده انت بتعملي له حسب رغبته؟ اكيد. وفي الصور برضو حاجات اكتر بقى. لكن اللي يناسب ست يعني مثلا عندها كبيرة شوية هو ده ممكن ده وعلى فكرة برضو يناسب بنات صغيرة على فكرة بعد الظهر بعد الظهر في الجامعة يعني. لا في الجامعة نفضل القطن اكتر عشان يكون عملي اكتر. تمام ايناس جمال مصممة ملابس محجبات، انا مشكورة جدا بجد نورتينا. ويعني انا كنت فاكرة ان انا في الفقرة دي طب هتكلم في ايه، يعني ايه اكمام جاهزة، بس انت عرفتيني ان في حاجات حلوة قوي. الله يخليك، بشكرك مرة ثانية. شايفينا في كل مكان، هنخرج